مساء الخير. تستمر الدول المتحكمة بسوريا بإرسال شبابها إلى ليبيا للمشاركة بالقتال الدائري هناك بين حكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر. يعود الضوء ليسلط على هذه الظاهرة من خلال انتشار صور لعشرات الشباب تقلهم حافلات إلى مطار حميميم لنقلهم لاحقا إلى ليبيا. مستغلين العوز والفقر، يقوم عملاء شركة فاغنر الروسية أمثال المحامي محمد بكير من مدينة شهبة في السويداء وحزب شباب السوري الوطني وأمينه العام بالسويداء شبلي الشاعر بتجنيد الشباب مقابل عمولة تصل إلى 150 دولارا على الشاب الضحية. فيما على نطاق أوسع تقوم شركة أمنية خاصة تدعى الصياد بتجنيد السوريين ومنهم المجندون إجباريا واحتياطيا في صفوف ميليشيا أسد. حجة الذهاب التي يروجها عملاء روسيا هي حماية الآبار النفطية في ليبيا مقابل مبلغ يتراوح بين 800 ألف ومليون ليرة سورية شهريا بحسب ما قالت مصادر أهلية لأورينت. فبعد 10 سنوات من قصف بشار أسد وتدميره كل ما يمكن تدميره بمساعدة الميليشيات الطائفية الأجنبية وإيران وروسيا، لم يبقى أمام شبابها الذين زجهم بشار أسد في أتون نيران الموت سوى توزيع خبرات الدم وقتال الشوارع والتعفيش على الليبيين. الجوع والبطالة والمستقبل المجهول المتحكمة به دول العالم دفعت العديد من السوريين للسير إلى باب ليبيا للمشاركة في القتال، سواء إلى جانب حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وقطر أو إلى جانب قوات حفتر المدعومة من روسيا ومصر والسعودية وفرنسا والإمارات. كل ذلك يدفعنا للتساؤل، ما أهم الأسباب التي تجبر هؤلاء السوريين على الذهاب للقتال كمرتزقة في ليبيا؟ وما الأسباب المخفية للدول المتدخلة بالشأن السوري التي تدفعها لاصطياد هؤلاء الشبان؟ لماذا هناك سوريون يرفضون أو يرفضون فكرة الذهاب للمشاركة بالاقتتال الدائر في ليبيا؟ يعتبرونها ارتزاقاً بينما آخرون لا مشكلة لديهم. لماذا لم توقف المؤسسة الدينية الدرزية هذه الظاهرة؟ أليست هي المعروفة بقدرتها على إلزام أتباعها بتعليماتها كمؤسسة دينية على خلاف باقي الطوائف السورية؟ وكيف يمكن للمجتمع السوري إيقاف هذه الظاهرة؟ ما مصير هؤلاء الشباب الذين يقاتلون كمرتزقة في ليبيا؟ وما التهديد الذي سيشكلونه على السوريين إذا عادوا مستقبلاً؟ حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. دولتنا خاصة سلمت البلد كلها، خاصة البلد، البلد استلمتها روسيا وخاصة البلد وراحت لروسيا، وروسيا عم تشتغل. صارت اليوم فتحوا أكثر مجالين، امبارح واحد مرق لعندي قال لي تطلع على فنزويلا حماية منشآت. طيب ليش أنا سوري؟ ليش أروح أحمي فنزويلا أنا؟ ليش أروح أحمي ليبيا؟ أهلا بكم من جديد. للحديث حول ذلك أكثر ينضم إلينا ضيوف العقيد خالد المطلق خبير عسكري واستراتيجي، سيكون معنا من اسطنبول عبر الأقمار الصناعية.
أيضا الصحفي حافظ قرقوط وهو سيكون معنا من هولندا عبر سكايب، والأستاذ فرج دردور وهو أكاديمي وباحث ليبي سيكون معنا من اسطنبول أيضا عبر سكايب. أهلا بكم ضيوفي في هذه الحلقة من هنا سوريا. البداية ستكون معك أستاذ حافظ، برأيك ما هي الأسباب التي تدفع بشباب السوري للذهاب للقتال في ليبيا أو الوصول إلى ليبيا كمرتزقة في هذه الظروف أو في هذا الوقت؟ تحية لك ولضيوفك ومشاهديك الكرام. أنا من السويد عم بحكي مش من هولندا، بس التصحيح. الحقيقة هذه نتيجة وليست ظاهرة حاليا، هي نتيجة لخمسين عام من حكم هذا النظام المتوحش ومن حكم آل الأسد الذي انفسخوا وفتتوا المجتمع السوري والقيم والأسرة السورية والثقافة السورية التي كانت تشع وترسل عبر العالم كل نور من ثقافة ومن علم، كانت ترسل الشهادات. ليبيا بنيت بأيادي السوريين الذين أيضا نتيجة الفقر ذهبوا منذ سبعينات القرن الماضي والثمانينات إلى ليبيا ليعملوا كما عملوا في دول الخليج، وبنت سواعد سوريا بنت كثير من الدول خلال النصف الثاني من القرن الماضي. هذا نتيجة لهذا الحكم الفاسد الذي أراد أن ينتهي بالحضارة السورية إلى ما هي عليه. المرتزقة الذين حسب ما جاء في تقريركم، نحن عانينا في سوريا من المرتزقة الداخليين كما عانينا من الميليشيات المرتزقة التي جاءت لتقتل الشعب السوري وتنهب بيوته وتشتت أهله. الموضوع الآن بالسويداء أمامهم هذا الطرح. السوريون الذين قاموا بثورة قاموا لينهي هذه الحقبة الرديئة من آل الأسد الذين التهموا سوريا وحولوها إلى هذا الفساد، لحكم تافه كما ينظرون. انظروا إلى تاريخ من مثل المحافظة في مجلس الشعب منذ خمسين عام، انظروا إلى تاريخ من كان وزير في هذه السلطة منذ خمسين عام، من عين حتى في مناصب صغرى، من ساهم في مناصب المديريات وفرع الحزب وإلى ما هنالك. هم من أتفه ما أنجبت سوريا حقيقة، إن في السويداء أو غير ذلك. هم أبعدوا الأشخاص الذين يمكن أن يحملوا بعض القيم ليعيدوا تأهيل المجتمع أو لينهضوا بالدولة السورية، أبعدوهم آل الأسد وجابوا آل شليش وآل مخلوف ومن على سويتهم. الآن السويداء هي حقيقة لا يراها النظام، هو يراها أصلا لا يوجد للنظام فعل حقيقي، هو مرتزق ضمن الروس أيضا يمارس نوع من الارتزاق. هذه الشركة هي شركة فاغنر، هي التي تشغل شركة الصياد في سوريا، هي التي تعطي أوامر لمن يجذب هؤلاء الشباب كمرتزقة أيضا. هذه الشركة ابتدأت عملها في أوكرانيا وجندت ناس هناك وابتدأت ترسلهم في طائرات سرية كانت تطفئ بعض المطارات، أضواء بعض المطارات في روسيا منذ 2015، ويرسلوا سرا بالليل إلى مناطق مختلفة من العالم في إفريقيا وأيضا في سوريا. وهؤلاء هم نفسهم الذين قتلوا في بادير دير الزور أو في مناطق دير الزور أيضا ببعض الهجوم الأمريكي، هم هؤلاء الذين جددتهم روسيا. الآن شباب السويداء مع هذه الكتلة البشرية المرتزقة أيضا هم يشبهون الفصائل الشيعية التي دخلت من العراق، الفصائل التي جاءت من إيران وأفغانستان. لا يختلف التسمية، يختلف فقط الشكل والهندام، لا يعتقدوا أنهم أكبر من ذلك. هم هذا هم مستواهم، ذهبوا ليقتلوا الشعب الليبي الذي يوم من الأيام فتح أبوابه لشباب السويداء بالآلاف حين ذهبوا ليبنوا بيوتهم، الذي لم يستطع نظام الأسد أن يمنحهم رواتب ليبنوا تلك البيوت. نعم، إذن الفعل واحد وهو الارتزاق. سيادة العقيد، برأيك ما هي أيضا الأسباب التي تدفع أو الأسباب الخفية التي تدفع بالدول المتحكمة بشأن السوري باصطياد هؤلاء الشباب وإرسالهم إلى ليبيا؟ مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام. الحقيقة فصل آخر من فصول المؤامرة على الشعب السوري، على الثورة السورية، على المنطقة بالكامل. هذا الفصل المخزي والعار على جبين الإنسانية لا يتعلق بقرار من بشار الأسد أو قرار من بوتين، إنما يتعلق بقرار من الدول التي تتحكم في العالم. هؤلاء عبارة عن منفذين، شاهدنا تجنيد مرتزقة في كل المناطق السورية إن كان محررة أو غير محررة. لهذا أقول أن هناك خطة لتفريغ سوريا من شبابها بعد أن فرغوها من رجالها وفرغوها من قام بالثورة، خوفا من أن يتحرك ضمير أحد من هؤلاء الشباب ليثور على أي نظام قادم. وهذا مشترك فيه كما قلت كل الدول بنسب متفاوتة،
أوصلوا الشعب السوري حسب نظرية الصدمة إلى مستوى أن يقبلوا بأي شيء، إلى إفقار، ليقبل بأي شيء ليقتات منه أهله وأقربائه، ليذهب إلى أي أقصى منطقة في العالم حتى يطعم أهله وأولاده وأخوته. هناك جريمة ترتكب بحق الشعب السوري وبحق الشعب الليبي أيضا وبحق الشعوب المناصرة للثورة السورية. الغاية منها دق إسفين بين الشعب السوري وشباب الشعب السوري والشعب الليبي بالتحديد، لأن الدولتين الشعبين هم من قاموا بهذه الثورات العظيمة التي أطاحت في القذافي وستطيح بإذن الله ببشار الأسد. الأسباب الخفية واضحة تماما، ليست خفية، هو مخطط يسير عليه أصحاب القرار في العالم وينفذه صبيانهم في المنطقة. نعم أستاذ فرج، بعدما سمعته من أسباب دفعت بالشباب السوري للتوجه بالذهاب إلى ليبيا وأيضا ما تفعله الدول لاصطياد هؤلاء الشباب، كيف برأيك ينظر الشعب الليبي إلى هؤلاء المرتزقة الذين يقاتلون مع طرفي الصراع في ليبيا؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام ولضيفك. أنا حقيقة لا أسميهم مرتزقة، أنا أسميهم ضحايا. يعز علي حقيقة أن أسمي أي سوري بأنه مرتزق، لأني على الأقل أنا أعلم ولدي كثير من الأصدقاء في سوريا، سواء كان في ليبيا سابقا أو حتى في الدول الأوروبية وفي تركيا الآن. الشعب السوري شعب نشط، شعب حركي، الآن يعني كثير من اللي ضاقت بهم السبل في سوريا من تجار وغيرها وصناع الآن يفتحون مصانع وينشطون بالتجارة في والبزنس في تركيا، وبالتالي الشعب السوري حقيقة الخلل ليس فيه، ولكن هؤلاء حقيقة ضحايا شباب يعني صغار السن ضاقت بهم السبل، قفل أمامهم المستقبل بسبب النظام الجاثم على الشعب السوري حقيقة على مدى عقود. وهذا طبعا ليس في سوريا للأسف الشديد، في معظم الدول العربية، وبالتالي هذه ظاهرة للأسف الشديد ظاهرة سيئة لا شك في ذلك. وعلى فكرة هي ليس في سوريا، هل تعلمين مثلا على سبيل المثال أن المرتزقة أو السودانيين الذين تجلب فيهم الإمارات من السودان هي تعاقدت مع شركة مقاولات أو ما يسمى شركة أمنية إسرائيلية في مقرها في 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 كندا، وبالتالي للأسف الشديد هناك مؤامرة بشكل ما تحاك على الدول العربية من قاعدة الموساد الآن التي صارت واضحة وهي الإمارات والسعودية. للأسف الشديد هؤلاء يستخدمون في المال الفاسد لإغراء الشباب وتوجيههم ل يعني كوقود كحطب في حروب للأسف الشديد لا ناقة لهم فيها ولا جمل. نحن في الشعب الليبي حقيقة نتأسف عن هذا ولا يعني لم نتعود على الإنسان السوري في ليبيا يحمل بندقية ويقاتل. نحن تعودنا على فني في المعمار والرخام والأشياء الحقيقة الفنية والأشياء الجميلة والزخارف، هذا ما نعرفه في ليبيا، ولكن للأسف الشديد في هذا الوقت الأمور يعني صارت فوق. وأنا حقيقة مثل ما قلت لك لا أحمل هذا الأمر إلى الشعب السوري، هذا حقيقة يتحمل مسؤوليه الأنظمة والدول التي طغت وصارت تعمل أدوات لما يسمى بصفقة القرار. نحن في ليبيا الآن حقيقة نتعرض حتى إلى تغيير ديموغرافي وأشياء كثيرة لم نكن نتعودها بسبب ما يشن علينا من هنا وهناك، وبالتالي الأمر يعني للأسف الشديد خطير. معالجته لابد من اقتلاع هذه الأنظمة التي جاثمت على الشعوب العربية والتي ارتضت أن تبيع السيادة. يعني نحن الآن حقيقة في سوريا لم نرى نظام حكم حتى في سوريا في سوريا، نحن نسمع عن حزب الله، نسمع عن الفاغنر الروسي، عن إيرانيين، عن أموال إماراتية. يعني ما هي السيادة؟ يعني ما هو رئيس الدولة إذا كان هناك رئيس دولة في سوريا؟ ما هو عمله؟ ما الذي يقوم به؟ يعني إذا كان هو الأمر بهذا الشكل والناس تنقل منه في طائران يعني إلى ليبيا وإلى أماكن أخرى عبر ما يسمى بشركة الفاغنر، للأسف الشديد هذه الشركة التي يعني عاتت قتلت في الليبيين عائلات كاملة، قتلوا في جنوب طرابلس فقط لأن طفل خرج وصور هذه القوات الفاغنر صورها من على سطوح منزله، جاءوا وقتلوا العائلة كاملة لأنهم لا يريدون
أن تنتشر صورهم. وبالتالي حقيقة هذه الفظاعة لم نكن نتعودها، للأسف الشديد جلبتها إلينا هذه الأنظمة الاستبدادية، هذه الأنظمة التي أرفضت أن تفقد سيادة بلدانها أو تصادرها لصالح دول أخرى. نعم، سيادة العقيد برأيك لماذا ينأى بعض الشباب بأنفسهم عن الذهاب للقتال في أي مكان في ليبيا أو في غيرهم أو في غيرها من المناطق رغم حاجتهم، بينما يرى البعض الآخر بأنها ليست ارتزاق وبأنها أمر عادي ويذهبون للقتال؟ هناك وعي نسبي بين أفراد الشعب السوري وعلى كافة مستويات، إن كان في مناطق النظام أو في مناطق المعارضة، هناك شباب نظر نفسه لديه الوعي الفكري الوعي السياسي الذي يعرف إلى أين يتجه هؤلاء، وبالتالي رفض. بالإضافة إلى أن هناك دور كبير لرجال الدين الذين يوجهون من يتبع مذاهبهم، من يتبع أفكارهم. من أيام حافظ الأسد عمل جاهدا حافظ الأسد ومن بعده بشار الأسد على مأسسة مؤسسات الدين وتدجين المؤسسة الدينية في سوريا، وبالتالي خلق رجال دين سلطويين تابعين للسلطة ينفذون أجندات السلطة، وبالتالي إيقاف الوعي الديني عند الشعب السوري وخاصة الشباب. وهناك المدارس وهناك المعاهد وهناك الجوامع المفتوحة لإعطاء هذه هؤلاء الشباب وتلك النسوة لإيقاف تفكيرهم الصحيح بالدين الحقيقي والدين المحمدي. لهذا أقول أن الخطر الداهم على شبابنا وعدم قناعة الكثير من شبابنا يأتي السبب الأول والأخير منهم من رجال الدين الذين يتحكمون بطيف واسع من شباب الشعب السوري. نعم، السؤال لك أستاذ حافظ، الكلام الذي قاله سيادة العقيد ربما ينطبق بشكل عام على الشعب السوري، لكن بالأخص أبناء الطائفة الدرزية الأخوة الدروز من أكثر الناس الذين يتبعون شيوخ طائفتهم، لماذا لم تقف المؤسسة الدينية الدرزية بوجه هذا التحول إلى الذهاب والقتال في دول أخرى مثل ليبيا أو الارتزاق بمعنى آخر؟ وأيضا هل يمكن للمجتمع السوري وكيف يمكن له التخلص من هذه الظاهرة؟ يعني طبعا بس اسمحي لي قبل ما أدخل بهذا الموضوع لضيفك الكريم من ليبيا، يعني المرتزقة ذهبوا ليس فقط باتجاه واحد من سوريا، ذهبوا باتجاهين من أكثر من جهة، هم يقاتلون كما ذكر تقريركم جزء مع حفتر وجزء آخر مع النظام الذي يعتبر قائم بشكل عام. هنالك مرتزقة من كافة الاتجاهات ذهبوا، وليس فقط من جاءوا بطريقة ما، إن كان في دعم إماراتي أو سعودي هنالك دعم آخر أيضا من اتجاهات أخرى. هذا للأسف مع كل الدول التي تدخلت بالملف السوري، كنا نأمل أن تأتي لتثبت المواطنين السوريين في بيوتهم وليس لترحلهم للارتزاق هناك. طبعا أشكره بأنه لم يسميهم مرتزقة، نحن عنه سنسميهم مرتزقة، لأنهم أيضا الشعب الليبي شعب عزيز علينا، شعب كريم، شعب له ما له في قلوب السوريين منذ سنوات طويلة، كان مضياف هذا الشعب. أيضا من ناحية أخرى أعود لسؤال أن الطائفة الدرزية، وهذا قلت عبر محطتكم، هل يريدون مشايخ الدين في الطائفة الدرزية عندما نكتب تاريخ ما في لحظة ما أن نقول بأنها أضعف فترة في تاريخ الدروز تمر فيها هذه الفترة الذين هم تبوأوا هذه المناصب؟ للأسف المؤسسة الدينية كما قال ضيفك في كل سوريا لكل الطوائف هي إنتاج نظام البعث، هي إنتاج نظام الأسد، هي مدجنة ضمن ذلك، هي مقولبة لكي تنتج مجتمع متهالك منتهي. مجتمع هؤلاء الشباب لماذا لم يخرجوا رجال الدين أو غيرهم الآن ليقولوا لهم هبوا بوجه هذا النظام الذي توحش وأفقركم، الذي جعلكم مأجورين للقتل؟ أعتقد بأن هنا السؤال ليس فقط لرجال الدين، أيضا لوجهاء المجتمع في السويداء. لا يجوز أن نترك شبابنا إلى مهالك. الآن لا يوجد دولة سورية لنقول العتب على دولة أو العتب على رئاسة حكومة أو على رئيس دولة أو على منظمات حقوقية أو أحزاب. لا يوجد أحزاب، لا يوجد مؤسسات دولة. الدولة السورية في طريقها إلى التلاشي إذا استمر هذا النظام.
الدولة السورية نخشى أن نقول كما كنا نقول يوغوسلافيا سابقا، نخشى أن نسير الآن بعد سنوات لنقول سوريا سابقا. هكذا يريد هذا النظام، هكذا يريدون إنهاء الدولة السورية، هكذا تصمم الخرائط. حقيقة هذه خشية يجب أن نضعها، ويجب بإعلامكم الكريم أن يستمر في البوح بها، لأننا قد نتجه حقيقة إليها. من مسؤول عن إرسال هذا الشباب؟ إذا المجتمع مفتت، فتته حزب البعث ونظام الأسد، لا يوجد لا منظمات ولا أحزاب تحاكي. المعارضة أيضا تحول جزء منها إلى مرتزقة وهي داخل مؤسساتها. لا أقول مرتزقة فقط بما معنى أن يرسلون كما يرسلوا إلى ليبيا، لننظر إلى ائتلاف المعارضة، إلى مؤسساته، إلى حكومته المؤسسة. هنالك الكثير من التساؤلات أيضا عن تصرفاتها. من أنجب هكذا معارضة لا يمكن أن يسير إلى بناء دولة في المستقبل. الآن السويداء، وسبق أن نقلتها أيضا إلى مؤسسات المعارضة، لماذا تتركون السويداء لقمة سائغة في يد الأسد؟ الأسد يفاوض ويعتبر أن السويداء في جيبه الصغرى، وأنتم وكلنا يعلم أن السويداء فيها كمية هائلة من المعارضين. هم لم يحملوا سلاح، نعم، لم يشكلوا فصائل حقيقة، نعم، لكن هنالك كثير من الكفاءات المعارضة التي لها تاريخ في معارضة هذا النظام تركت إلى مصيرها حتى اللحظة. كلمتهم أكثر من مرة، قولوا لهم هذا التليفون يخص هذه المحافظة، هذه الورقة، هذه مسكة الباب تخص هذه المعارضة، هذا الائتلاف وحكومته المؤقتة وما أنتج عنهم هم سبب أيضا في تهالك المجتمع السوري، كما كان لهذا النظام سبب في ذلك. أعتقد بأنك إذا عدنا لسؤالك، نعم، الواجهة الدينية في المحافظة هي ملامة، ولا يمكن تبرير هذا الموقف بأي شكل من الأشكال. سبق أهلنا قبل 100 سنة عندما حاربوا الاستعمار الفرنسي، جاء الاستعمار الفرنسي بمرتزقة من إفريقيا وقاتلوا أهلنا. ويدرك من سجل تاريخ السويداء كيف عانينا من المرتزقة الذين جاءوا ليقاتلوا مع الجيش الفرنسي قبل 100 عام. الآن يكرر المشهد بالعكس، بأن يذهب المرتزقة من الشرق إلى الغرب ليقاتلوا هناك. هذا عار للتاريخ، وعار على أيضا على العروبة التي يجب أن تتدخل لكي تحمي أبناء العرب من أن يكونوا مرتزقة من هذه الدولة إلى تلك ليقتلوا بعضهم. نعم أستاذ فرج، أنت كنت مصر على عدم تسميتهم بالمرتزقة إنما بضحايا المرتزقين، بينما الشارع السوري مصر على تسميتهم بالمرتزقة، فمن باع نفسه مقابل المال هو مرتزق أولا وآخرا مهما كان الطرف الذي يتوجه إليه. لكن ما مصير هؤلاء الذين يقاتلون على كلا الطرفين في ليبيا إن تم وقوعهم أسرى؟ هل يتم تسليمهم إلى نظام الأسد؟ هل يتم ترحيلهم؟ هل يتم قتلهم؟ حبسهم؟ ما مصير هؤلاء في حال وقعوا لدى أي من الطرفين اللذين يقاتلان معهما؟ هو حقيقة أنا سميتهم ضحايا بحكم أن أغلبهم صغار في السن لا يمتلكون إرادتهم، يعني يتم تجنيدهم بطريقة أخرى أحيانا حتى بغير إرادتهم، وبالتالي نستطيع أن نقول عنهم ضحايا وليست. لربما المرتزقة من يقبضون من خلفهم الأموال، لابد أن هناك شبكات أخرى طبعا مرتزقة هم من يرسلون هذه أو هؤلاء الشباب ويغرونهم. لكن بالنسبة للمشاركين أنا ما زلت أصر على أنهم ضحايا. أنا حقيقة لا أستطيع أن يعني أقول بأن ماذا يحصل لهؤلاء، هذا شأن عسكري، ولكن هو في حقيقة الأمر حتى الموضوع الأرقام تقريبا يعني مبالغ فيها، لأن على الأقل أنا شخصيا يعني كنت في طرابلس وكل الناس الليبيين لم في الحرب لم نشاهد سوريين، هم لربما مندمجين مع الجيش التركي لا نعلم، ولا نعلم حتى مثلا ان تركيا جلبتهم من سوريا مباشره لربما هم. لكن هنالك فيديوهات صدرت عن اطراف ليبيه بانه تم القاء القبض على عناصر سوريه تقاتل هناك، وتم اعترافهم بانفسهم سواء من هذا الاتجاه او من ذاك الاتجاه. الفيديوهات تقريبا اثبتنا العديد منها بانها فيديوهات مفبركه من المخابرات المصريه والاماراتيه موجوده في الرجمه في شرق البلاد، من ضمن السوريين اللي موجودين عندهم في المنطقه الشرقيه يعملون منهم مثل هذه الافلام، وافلام كثيره حقيقه تتعلق حتى بشرف الليبيات للاسف الشديد، واشياء كثيره يعني فبركوا يتهمون يعني السوريين باغتصاب الليبيات واشياء من قبيل من هذا القبيل. هناك كثير من الافلام المفبركه، وبالتالي حقيقه نحن لا نثق فيها ظاهريا لا نرى في طرابلس، لكن التقارير صحيح الدوليه وتتحدث عن وجود سوريين في ليبيا
من لكلا الطرفين، هذا موجود ومؤسف حقيقة، نحن ليس لنا إرادة فيه. نحن مثلا في غرب البلاد تعاقدنا مع أو اتفقنا مع تركيا كحكومة شرعية، ولكن العناصر اللي موجودين يعني موجودين يخدموا في الجيش التركي لا نعلم، يعني بعضهم من تركمان، بعضهم من يعني جنسيات أخرى، لا ندركهم جميعا من يكونوا ولا نحتك بهم أساسا، لكن الحقيقة مرة لا شك في ذلك. الأمر غير 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 سوي. إذا كان هناك يعني على الأقل انضباطية في الجانب التركي كونه في جيش في المنطقة الشرقية، لا يوجد هذه الانضباطية، عاملون فيهم يعني حقيقة للأسف الشديد. بعيدا عن تحديد الجهات بحد ذاتها، لماذا تسعى الجهات الليبية لدعوة مرتزقة من كافة الدول ليس فقط من الجنسية السورية، من جنسيات أخرى أيضا للقتال إلى أطرافهم؟ ألا يوجد عدد كافي من الشباب الليبي منخرطين ضمن طرفي الصراع هناك؟ هو هذا حقيقة سؤال وجيه جدا، فعلا أشكرك عليه. طبعا لابد أن نعلم نحن في طرابلس على سبيل المثال قومنا منذ 2014 وحتى سنة كاملة في طرابلس، في جنوب طرابلس، لم نتفق مع تركيا ولم نحضر مرتزقا واحد، كلهم شباب طرابلس، شباب الليبيين يدافعون على عاصمتهم، لم يهجموا على مدينة بنغازي، لم يهاجموا أي مدينة. حفتر صار يهدد المدن مدينة مدينة مدينة، وكانت معه منذ 2014 قوات الجنجويد والفاغنر والآن مؤخرا السوريين، وبالتالي نحن اضطررنا إلى توقيع اتفاقية مع تركيا بغض النظر عن العناصر الموجودين فيها، اتفاقية أمنية بحرية الجميع يعلمها، وبالتالي مسألة المرتزقة في غرب البلاد هذا غير ملف مفتوح من المنطقة الغربية أو من الليبيين أنفسهم، وإنما لربما شمل في الموضوع التركي. أما في المنطقة الشرقية وموجود في حفتر، هذا حقيقة يعني مستمر منذ 2014، لم يترك ملة إلا وأتى بها وحارب بها الليبيين، وهذا دليل واضح على أن الليبيون لا يريدون محاربة بعضهم. يعني إذا كان فعلا هناك تأييد في المنطقة الشرقية لحفتر، فلماذا أو ما يسمى بالقبائل الشريفة وما يسميه بالقبائل، لماذا أبناء هذه القبائل لا يرسلون أولادهم للحرب معهم؟ لماذا يلجأ إلى إذا هو يستخدم أرضهم، صحيح يستخدم الديموغرافيا، ولكنه في حقيقة الأمر يجلب يعني عناصر من أجانب، بعضهم مرتزقة بعضهم ضحايا، يجلبهم ليحاربون معه. هذه هي الحقيقة. نعم. يعني بالعودة إلى قصة الارتزاق، أستاذ حافظ، برأيك كيف يمكن للمجتمع السوري أن يقضي على هذه الظاهرة، على ظاهرة الارتزاق؟ المفتاح الأساسي هو إنهاء هذا النظام بكل أركانه وفصوله وشروشه حتى من جوا. يعني إذا ما أنهي هذا النظام ستبقى المأساة السورية، كل يوم سنخرج على الأخبار بنبأ جديد بعنوان جديد يذهب بتهالك المجتمع وتهالك الدولة السورية إلى ما لا نهاية. المفتاح الأساسي هو إنهاء هذا النظام. إن هب السوريون داخل أركان أو داخل المناطق التي ما زال يحكمها النظام، يكونوا قد اختصروا الطريق لمستقبل كبير لأبنائهم. الآن الذين يبررون بأنه كما ذكر ضيفك وأنا أشكره أيضا مرة أخرى بأنهم ضحايا، هم حقيقة ضحايا، هي الثورة السورية قامت من 2011، لأن المجتمع السوري كان ضحية هذا النظام، والدولة السورية كانت ضحية هذا النظام، والقضايا الإنسانية كلها في منطقة الشرق الأوسط كانت ضحية هذا النظام. قامت الثورة السورية، الآن لتكمل الثورة السورية طريقها على المجتمع السوري أن يعيد هبته الأولى بكل المناطق، وأن يذهب المشوار الأقصر له عوضا أن يذهب إلى ليبيا، أن يخرج من بيته تجاه هذا الوحش، هذا النظام الجاثم على صدر المجتمع، وإلا فإن أطفاله الذين ذهب ويقول أن حتى إذا متت سيعود المال إلى أطفالي، هذا كلام طبعا يعني هو خطأ بكل النتيجة، لأن أطفاله موجودين ضمن هذا النظام، إذا جاب لهم مليون ليرة رح يعيشهم شهر ولا اثنين ولا ثلاثة بس، رح يظلوا بشار الأسد وقال الأسد يتاجروا فيهم وبمستقبلهم. طيب أستاذ حافظ، في حال الأقرب هو في حال لم يمت هذا الشخص وعاد إلى سوريا، ما الخطر الذي سيشكله هؤلاء العناصر بعد عودتهم إلى سوريا على الشعب السوري؟ يعني هم جزء منهم كان ضحايا بس عمليا كانوا خطأ،
كانوا ايضا ضمن الخطر الذي يعني النظام الاسد اللي لقق الناس يحطه بشباك ويقنص شاب سوري عم يتظاهر، او اللي وجد ناحب انه يقفز على صدر سوري. ايضا كمان هون بدي اذكر سؤال وجهه للمجتمع السوري اللي تفضلتي فيه، انا عنك بدي وجه السؤال، ليش ما لاحظنا مرتزقه ذهبوا من الطائفه العلويه لو بدي احكي بشكل طائفي؟ ما سجل لحد الان مرتزقه، ليش ما عم يبعثوا لطائفته لهونيك؟ معناتها لا ينهي بقيه المجتمع السوري لحتى ايضا ضمن التغيير الديموغرافي في المجتمع السوري. انا لا اتكلم لاتهم طائفه معينه بنفس طائفي كوني درزي او كوني من طائفه اخرى، لكن هو سؤال مطروح حقيقه لم نسمع، وهي الاقرب كما ذكر ضيفك بان المرتزقه من ليبيا من الشرق لم يذهبوا الى الغرب، وهلما جرى، وهذا شرف للمجتمع الليبي اجمالا اذا كان الموضوع كذلك. نعم. ايضا هنا اعتقد ان من الساحل لم يذهب مرتزقه الى ليبيا ليس دفاعا عن الشرف، بل يريدهم أن يبقوا حراسا إلى مزرعته إلى قصره، أن يبقوا هم المجتمع السوري وحدهم، وأن يتهالك المجتمع السوري إلى ما لا نهاية. هذا أيضا رسم سؤال برسم المجتمع السوري. أعتقد أيضا بأن المجتمع السوري قد فرغ من نخبه، أو بسبب السجون، بسبب القمع، بسبب الجوع، بسبب كل ذلك فرغ الآن المجتمع السوري من نخبه. لا يوجد في شوارع سوريا والمدن التي يحكمها النظام من يمكن أن يعول عليه بقوة كي يقف بصوت عالي، أعتقد نتيجة بطش النظام. لذلك الأمور حقيقة معقدة جدا، لكن هي تحتاج إلى صحوة ضمير وهبة جماعية. نعم، الأستاذ حافظ قرقوط الصحفي السوري كنت معنا من السويد، شكرا جزيلا لك عبر سكايب. أيضا العقيد خالد المطلق الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من اسطنبول عبر الأقمار الصناعية. وأخيرا وليس آخرا الأستاذ فرج دردور والأكاديمي والباحث الليبي كنت معنا أيضا من اسطنبول عبر السكايب. شكر موصول لكم مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، إلى اللقاء.